السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو مكدوس باذنجان. بسم الله على بركة الله. هنا عندي الباذنجان اللي بحال هكا صغير بزاف، ها هو بيبي باذنجان. انا شنو درتلو؟ حيدتلو هذاك لاتيج ديالو الفوقانية. غادي نسلقو، ما غنسلقوش بزاف حتى انه يهبى يصير بزاف طايب حتى يترخى. من بعد غادي نحلو ونكمل معكم. مهم بقاو معايا تشوفوا الطريقه. درت بزاف ولا الانغريديان بزاف، فيه ثلاثه د الحاجات اللي هي الثوم، دبس هي الثوم، دبس الفلفل والباذنجان والملح. هنا كي تشوفوا انا غنديرو تسلق، هذا كيبقى مده سنه. هنا من بعد ما كملت كاع الكميه اللي عندي، ها هي من بعد ما حليت كاع هذا، غادي ندير ليه بحال هكذا وغادي نتقل عليه بشي حاجه ثقيله عندي ونخليه من ساعه حتى ساعتين. هو باذنجان من بعد ما خرج لي هذا الشيء وشويه اكثر من نور راني رميته. دابا ناخذ شي حاجه اللي ندير فيها هادي، غادي نبقى هنايا غادي نكب معلقه ديال الملحه، كل وحده غندير فيها معلقه تاع الملح بهذه الطريقه. هاد الملح غادي تخرج لينا هذاك الماء اللي فيه الداخل. ها هو هنايا كي تشوفوا انايا صدفتو هنايا في هاد الشبيكه، غادي نخليه يستقطر. ودرت من تحت من عنده هاد البلاطو، غادي نخليه يستقطر ثلاثة ساعات اربعة ليله كامله. هنا هانتوما كي تشوفوا خليت هادي فيها الماء، ها هو تينزل. هنا كي تشوفوا هانتوما شوفوا الماء اللي خرج. انا هادشي باش تقلتو درت هنايا فيها الماء، درت هنا حجيرات كانوا عندي. هذا هو الماء ديالو اللي خرج كامل. دبس الفلفل الفليفله، ان شاء الله نديرها معاكم، وراه كيتباع في السطورات نتاع العرب. وعندي هنايا الثومه، هاد الثومه اللي عندي غادي نحكها هنايا. باش كندير كنخلط الفلفله مع هاد الثومه، دابا اش غندير؟ غنحاول ندير واحد المعلقه هاد الباذنجان. هانتوما كي تشوفوا راه ما بقاش فيه الماء نهائيا. هذا هو المكدوس ديالي، كنتمنى يعجبكم وينال اعجابكم. ما تنساوش لايك وتعليق باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ديروا شير مع اصحابكم وصحاباتكم. كنشكركم على المشاهده، نتلاقاو في فيديو لاحق ان شاء الله.